حاصلة على شهادة الدراجات الهوائية في المؤسسة البريطانية. لنشاهد هذا التقرير. تحكي لنا سارة عن بدايتها في تكوين أسرة السايكلست. أوكي، فالسايكلينج بيس اللي احنا بديناها أنا ودانا بديناها العام، زين، وشفنا ان ما شاء الله بنات وايد نوم ينضمون لنا، وفي الصيف اضطرنا نقصر الدوريشن مال الرايدز، وفي نفس الوقت نسويها في الليل. فعلى اساس نسويها في الليل وي هاد تو بي لايك مور انترستينج، يعني شلون واحد يخلي الرايد نفس المكان لكن واحد ما يتملل منه. فكل مره نسوي تحدي، فمنع التحديات ان احنا على اساس نسويها حلوه كان لازم نخلي في وسطها شوي جزء من التريننج. فاكتشفت ان انا احتاج يكون عندي باك جراوند في التدريب. تجد نقطة قوتها في من شجعها ودفعها إلى الأمام. أوكي، فبداية لما بديت السيكل كان عندي وايد سبورت من أمي وأبوي، كانوا مشجعين على السالفة، قالوا ما قاعد تسوي شيء غلط، هاي رياضة، هاي زين، أنت اللايف ستايل مالك تكون صحي يعني، فكانوا يشجعون هالموضوع. زهرة والدة سارة هي خير سند لها. طبعا سارة يعني مو من الطفولة بدأت هاي هواية السايكلينج، يعني الناس كلها يتوقعون يعني سارة وصلت كذي يعني أكيد وهي طفلة شجعناها، لا بالعكس وهي كبيرة يعني كانت في مرحلة ثانوية. يعني ردة فعل والدتها تجاه أهلها في بداية الأمر، فلما كانوا يجون الأهل يزوروننا وهذا يشوفون السيكل يقولون ها هاي سيكل أخوها حسن، سيكل حسن هذا، كنا نقول اوكي ايه سيكل حسن هذا، ما كنا نتجرأ يعني ان نقول ان هاي سيكل سارة وعندنا بني قاعدة تسيكل يعني تطلع في الشوارع وفي القرى تروح يعني. ف ليه ما بعد شوي يعني بعد فترة يعني انا وزوجي نقول يعني ليش احنا قاعد نتهرب من هالسالفة، انا امها وانت ابوها ما قاعد نسوي شيء غلط. فليس ركوب الدراجة هو كل انجازاتها. برنامج نجوم العيون برنامج عبارة عن برنامج واقعي، يعني كل شيء تحت الكاميرا، كل واحد يكون عنده انفكشن، فيختارون الناس من الدول العربية وكل واحد لازم يقدم على فكرة يكون اختراع. فمن 6000 applicant من الدول العربية اختاروا 16 شخص، 14 من الصبيان وثنتين بنات، اللي هو كنت أنا والرفاقي الصغيرة. خبرتها في مجال العلوم جعلها تحقق هذا الإنجاز. اختراع مالي الـ Interactive Recycling Bag، فالـ Recycling Bag كان يعني تتفاعل معاش عشان نشجع الناس على إعادة التدوير. بدايتها في البحرين كانت بمشاركة بعض أصدقائها الأجانب. في البداية كنت أسيكل وسط إنجليز على أساس ما يحسون إنه it's different، خاصة أنا كنت يعني ألبس شيلة ويبين الشيلة عدلة تحت الهلمت. فكنت أسيكل مجموعات إنجليز، وإذا نروح مناطق مثلاً باك رودز مال مضيع كنت ما أتحدث عربي. الشعور الذي دفع سارة للتعلق بركوب الدراجة هو اوكي انا بالنسبه لي سايكلينج از يعني يعطي حريه للبنيه، لما الواحد يركب السيكل ويحس بالاحساس الهواء يطيق في وجهه احلى احساس. فانا اتمنى كل البنات بصراحه يركبون سيكل لان احلى احساس، وشوارع البحرين حلوه، والمجتمع قاعد يتقبل الموضوع، يعني كل مره يشوفون بنات اكثر، يشوفون بنات محجبات اكثر على السيكل، فقاعد يتقبلون الموضوع اكثر واكثر، فلا تحطوا. فهذا ما تتطلع إليه في المستقبل. لكن بعد 10 سنين إن شاء الله بيكون نقدر فتح لي مكان حق السايكلينج بيس، يكون مقر حق سايكلينج إن شاء الله، منها نطلع في تجمعات بنات، فإن شاء الله خلال 10 سنين بنشوف بنات أكثر على الشارع، يركبون السيارات أكثر، يركبون السياكل أكثر، يدخلون ريسات أكثر، ويروحون طلعات سفرات يوروب على السياكل. ويرجع تاريخ ركوبها للدراجة إلى تعبر لنا عن إحساسها لأول مرة تركب فيها الدراجة. فأول مرة ركبت
achievement that if studnet sold احساس الهواء يطير فيني, I was like wow, that's an excellent feeling. بعدين لما رحنا بداون تاون شفنا شلون السيارات يقدمونا. ما انسى المره اللي انا احاول اركب على السيكل, تعرفين اول ما تركب السيكل you're not very comfortable. النصيحة التي تقدمها لراكب الدراجات الهوائية. واحدة من المعلومات المهمة لازم تكون على السيكل إن لازم تكون مرئيك مع الشارع. يعني إذا تطلع على الشارع أو حتى داخل كومباوند وايد ناس أشوفهم بيسيكلون من غير لايتس أو لابسين أسود. إذا أنت تلبس شيء رفلكتيف معناته يعكس الإضاءة بيصير عادي الناس يشوفونك. فالسيفتي أسبكت عندنا في البحرين شوية لحد الحين مو وايد موجود, لكن لايتس من منظور الأم, نقطة قوة سارة تكمن في سارة عندها ثقة بالنفس أوقات زيادة عن اللزوم أنا ما أقدر عليها كذي. يعني عندها ثقة بنفسها يعني بزيادة. يعني حتى لما ولدت في بنتها البنية كانت عندها يعني ما جابتها هني, هي يعني كبرتها وربتها. إذا عندها مكان مثلا عندها اجتماع والله شيء يجيبها عندي, لكن طول الوقت وياها. الفخر له أسباب عديدة, ولكن والدة سارة تفخر بها لهذا السبب. يعني أنا أي مكان أقعد يقولون لا بنتي سارة, كنا نشوف الانستغرام مالها من أول أسبوع طلعت بنتها لبرا. يعني ايه من اول اسبوع يعني قلت له ايه, ولهالسبب انا فخوره فيها. الحين بناتهم اللي قاعد يزوجون الامهات يقولون شفتوا ساره ايش كانت تسوي, سووا مثل ساره. لا معلومه رياضيه ومهمه لراكبي الدراجات الهوائيه, وهي اقدر اتاكل الاريز اللي انا ما اقدر اصيدها بالسيكل, لكن ان قويتها راح اقوي روحي على السيكل. فهو جزء مهم حتى العضلات الويتس لما تسوينها الابر بودي انه ما يتحرك وايد على السيكل, بس يساعدك على البوزيشن مالش على السيكل نفسه. فعمليه رفع الاثقال تمارين معينه بتساعد في تكوين جسمك افضل شيء عليك. فهي تذهب الى النادي ليس فقط للرياضه وانما يعني مثلا انا صارت لي اصابه, فعلى اساس اقوي مكان الاصابه يعطوني تمارين تناسب المنطقه اللي تحيط فيها وتناسب منطقه السيكل بعد.